حدث تطور إيجابي في تمويل مشروع كبير للبتروكيماويات في المنطقة، مشروع قيمته تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليار دولار، هيكون موجود في العين السخنة، بيتم تمويله من عدة جهات، واحدة منها كما ذكرت اليو اس اكسم بانك، واحدة منها اليو كي اكسبورت فاينانس اللي هم من يختصوا بدعم التصدير الانجليزي، ومجموعة أخرى من الشركاء. الحدث الثاني أني كنت المتحدث على الغداء في غرفة التجارة، في اجتماع في غرفة التجارة الأمريكية. الاجتماعين دول طلع منهم الحقيقة مجموعة من يعني نقول ايه بدء الحوار مع مجموعة من الشركات الأمريكية، أدى إلى أنه كان مؤخرا في وفد أمريكي رفيع المستوى حاضر في مصر، ولمرة تانية التقينا بيهم وزاروا المنطقة عندنا، ففي هيطلع من هذا الشغل حاجات جاي طيبة إن شاء الله بإذن الله.